أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم راي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صدق الله العظيم.